وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مضى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بويع له في سخيفة بني ساعدة، واجتمع المهاجرون والأنصار على بيعته، وخرج لتوه فخطب الناس وقال لهم: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإذا أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. هذه الخطبة خطبة خلافة، وفيها من العظات والعبر ديت، وموازين العدل ديت، ما تقام عليه الدنيا. فأولا تواضعا منه قال: إني وليت عليكم ولست بخيركم، علما أنه خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشهادة الله وبشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم وبشهادة جميع المؤمنين أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولكنه تواضعا قال: إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. فدعاهم إلى أن يعينوا في حال الإحسان، وإن أساء قال قوموني. ومعنى قوموني يعني امروني بما يقام به الطريق. فطلب منهم أن يكونوا ناصحين للإمام، وأن يقوم التقويم ربما يكون بالقوة، فقالوا: إن أسأت فقوموني. ثم قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، طاعتكم لي بطاعتي لله تبارك وتعالى، وإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. ثم بين العدل ديت، فقال: الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له، هذا واجب الخلاف، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. إذن سيقف ينصر المظلوم ويمنع الظالم من الظلم. ثم إن أبا بكر واجه أكبر معضلات واجهتها الأمة، وهي ارتداد العرب. أول من ارتدوا أهل اليمن، واتبعوا الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، وكان هذا في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. اليمن دخلت في الإسلام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني وفودا يعلمونهم، أرسل أبي موسى الأشعري، وأرسل معاذ بن جبل معلما في مخاليف اليمن كلها، وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وكان من شأن اليمن أولا أن اليمن وقعت تحت حكم الأحباش، غزوها وجاء أبرهة الأشرم الحبشي وبنى كنيسة يعني في صنعاء، وسماها العانس لطولها وارتفاعها. وجاء أحد العرب واختلى في كنيسته، فأقسم لا يذهبن ولا يهدمن الكعبة. وكان شأن خروجه بجيشه وفيه الفيلة مقدمين عنده لهدم الكعبة، ثم إن الله تبارك وتعالى أهلكه، منع
يعني الفيل من دخول مكة وهلكوا في وادي معسر، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فانتشر الوباء والموت فيهم، وهو رجع بجيشه المدمر إلى يعني اليمن، وصار تسقط جسمه أنملة أنملة، حتى لما ذهب إلى يعني صنعاء انصلع صدره ومات. بقي حكم اليمن تحت هذا الكلام، كان في سنة ميلاد النبي صلوات الله وسلامه عليه، عام الفيل، النبي ولد في عام الفيل. ثم إنه قام سيف بن ذي يزن الحميري، وأراد أن يخلص اليمن من حكم يعني الأحباش، فذهب إلى هرقل عظيم الروم لينصره بجيش، فلم يرضى هرقل لأن الحبشة كانت على دين النصرانية مثل الروم، فذهب إلى كسرى لينصره بجيش، فجاء كسرى أخرج له المساجين الذين عنده في يعني في مملكته وأرسلهم معه، فقاتلوا الحبشة حتى قتلوهم، وصار حكم اليمن بعد ذلك لسيف بن ذي يزن وكذلك للفرس. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل لهم خطاب دخل يعني هؤلاء الفرس في الإسلام، وكان هذا في عهد يزدجر بعد أبيه أنوشروان، كسرى أنوشروان الذي كان معادي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي هدد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ابنه كان على غير ذلك، فلما دعوا الإسلام دخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم. ثم قام هذا يعني الخبيث اللي هو الأسود العنسي وادعى النبوة، وجمع من أحاديث اليمن يعني ما جمعهم، ثم بدأ في قتال المسلمين. كان هناك معاذ بن جبل وبعض المسلمين يعني ما استطاعوا أن يقاوموه، فروا من وجهه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يجتمعوا وأن يقاتلوا ويحاربوا، فاجتمع المسلمون يعني لقتاله، وساعدهم في ذلك زوجته من الفرس التي كان قد يعني عقبها بعد زوجها فيروز الديلمي، وكانت تبغضه وأشد البغض، فساعدت يعني من يدخل عليه ويقتله. في اليوم الذي قتلوه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بمقتله، وكان مدة إفساده في اليمن نحو من 6 أشهر 7 أشهر فقط، وأهلكه الله تبارك وتعالى. فهذا أول ردة وقضي عليها، وكان في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما العرب فإنهم لما سمعوا بموت النبي صلوات الله وسلامه عليه ارتدوا كلهم، ولم يبقى على الإسلام إلا مكة والمدينة فقط، ونبغ فيهم مجموعة من الذين ادعوا النبوة. فبني حنيفة اجتمعوا على مسيلم الكذاب، وتميم اجتمعوا على سجاع التي كذلك ادعت النبوة، وطي وقبائل بني أسد اجتمعوا على طليحة الأسدي. فهؤلاء ثلاثة متنبئون ظهروا دفعة واحدة. ثم إن بقية العرب يعني هؤلاء طبعا ردة كاملة، ردة مع كفر واتباع مدعين للنبوة. آخرون قالوا لن يعني نصلي، لكن لنرسل زكاة أموالنا إلى أبي بكر الصديق.
لأننا فقط نرسلها للنبي. وادعوا أن قول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قالوا: إحنا فقط نعطي زكاتنا لمن يصلي علينا، وأما أبو بكر فإنه ليس كذلك فلا نعطيه الزكاة. فأصبح أمام أبو بكر هذا الجم الغفير من مرتدين اتبعوا مدعين للنبوة وناس مانع الزكاة. جيش أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه الذي عقد له النبي لواءه ما كان لسه في دية، بعد أن ارتحلوا إلى الجرف وسمعوا أن النبي اشتد به وجعه رجعوا وقفوا، ولما رجعوا كان النبي صلى الله عليه وسلم توفي. فجاء الناس وقالوا لأبو بكر: لا ترسل جيش أسامة. العرب ارتدت، فقال: أتريدوني أن أفك لواء عقده رسول الله؟ والله لو يعني أكلتني الوحوش ما كنت لأفك لواء عقده رسول الله. وقال: لو أن الكلاب جرت بأرجل زوجات النبي ما كنت يعني أرد هذا الجيش وأفك لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي قال: أنفذوا جيش أسامة قبل أن يتوفى، أنفذوا جيش أسامة. وولى أسامة رضي الله تعالى عنه، ولذلك خرج هذا الجيش، أخرجه أبو بكر الصديق. ثم إن أبو بكر خرج في هذا الجيش يودعه ماشيا، وأسامة الذي يعني جعله النبي قائدا للجيش كان في ذلك الوقت سنه 17 عاما. فخرج أبو بكر ماشيا لوداع الجيش، فاستحى أسامة وقال له: يا أمير المؤمنين، يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال: لا أركب ولا تنزل. كان أسامة راكب وأبو بكر يودعه ماشيا. لما سار هذا الجيش كان هذا أعظم نصر للمسلمين في هذا الوقت، وذلك أن هذا الجيش أخاف العرب كلهم، كل العرب الذين أرادوا أن يهاجموا المدينة ويقتنصوا الفرصة، لما رأوا أن الجيش هذا خارج قالوا: إن قوما يخرجون هذا الجيش لفي قوة وفي منع، فلذلك كعوا عن يعني هجوم المدينة. خرج هذا الجيش ومكث 70 يوما، وقد قال النبي لأسامة: أوطئ الخيل أرض البلقاء، البلقاء دمشق، خلوه. فذهبوا إلى هناك وقاتلوا وانتصروا ورجعوا بعد 70 يوما. ثم إن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عزم على قتال المرتدين كلهم، سواء منهم من اتبعوا هؤلاء الأنبياء الكاذبين وكذلك من منعوا الزكاة. فقال له المسلمون: كيف تقاتل قوما يصلون؟ يعني الناس بتصلي. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فيقول عمر بن الخطاب، وكان من الذين وقفوا أمام بكر وقالوا: كيف تقاتل قوما يعني يصلون؟ فقال عمر، يقول عمر: لما رأيت أن الله شرح صدر أبو بكر للقتال علمت أنه الحق. علمت أن هذا حق، أن الله شرح صدر أبو بكر للقتال. وذلك أن أبو بكر خليفة رسول الله وصاحبه ومسدد وموفق طيلة حياته، فقال: علمت أن هذا هو الحق، وكان هذا هو الحق. ولو أن أبو بكر رضي الله تعالى تراخى في قتال مانع الزكاة لانهدم الإسلام، لكان الإسلام هدم عروة عروة، وكان كل الناس تركوا شبه الإسلام. وجاء طبعا يعني من شهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
فهذا نص يعني الرسول، ثم نص القرآن، الله قال في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فلم يأمر بتخلية سبيل الكفار إلا بأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فالزكاة قرينة الصلاة، ولذلك كان أبو بكر على الحق وأنفذ جيوشه لقتال هؤلاء جميعا، ولم يمهل أحدا، يعني ما قال أبدأ بهؤلاء الذين مثل دعوا النبوة وأترك هؤلاء، لا، وإنما أعد الجيوش، أعد 11 جيشا في وقت واحد، وأرسلهم في كل نواحي العرب التي ارتدت عن الإسلام، سواء الذين يعني اتبعوا هؤلاء الأنبياء الكاذبين أو الذين منعوا الزكاة. وكان هذا من أعظم أعمال الصديق رضي الله تعالى عنه، وسنأتي إلى بعض التفصيل في قتاله لهؤلاء أهل الردة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على